فجر من عام جديد لهذا الحراك المستمر النضالي المشروع الذي يقوم على اساس مطالب مشروعه تدفع نحو بحرين مستقبل زاهر. سبع سنوات وهذا النضال مستمر سبع سنوات من المعاناه والمكابده نعم ولكن سبع سنوات من عدم الرضوخ وعدم الانهزام. وعدم الركوع الى الضغوط التي يقوم به هذا النظام الغاشم خلال العام الاخير النظام ارتكب جنايات كثيره وزاد من ظلمه وطغيانه ولكن ماذا كانت النتيجه هل الناس انهزموا ابدا بالعكس وجدنا بان الناس في نضالهم وحراكهم واصرارهم وصمودهم وصبرهم ومواصلتهم لهذا الحراك أقوى لذلك نقول إرادتنا أقوى نعم إرادتنا أقوى لأن إيماننا بقضيتنا أقوى إيماننا بأنه هذا الأمر لا بد أن يحقق في النهاية النصر على شعب البحرين النظام يأتي بالجيوش يأتي بالجحافل العسكرية من السعودية ومن الإمارات لكي يحاول أن يهزم شعب البحرين ولكن هيهات أن يهزم هذا الشعب الذي يحب الشهادة ويحب النضال ومن أجل الحرية ممكن أن يضحي الناس ضحت طوال سبع سنوات وممكن أن تضحي طوال عشرات السنين القادمة حتى لو طال الزمان لن يتراجع شعب البحرين عن مطالبه الحق وهو لا سيما انه قدم هذه التضحيات فالان لا يمكن ان ينهزم الثوره التي مضى عليها سبعه اعوام في البحرين انطلقت من اجل تحقيق الحريه واقامه نظام حكم القانون وتواصلت طوال هذه الفتره ولم يستطع التحالف تحالف قوى الثوره المضاده كسر عزيمتها هي مصممه هناك حضور جماهيري لم يتوقف يوما واحدا طوال السنوات السبع الماضيه وسيتواصل هذا الحضور حتى تتحقق المطالب ليس هناك حلول وسط كبيره لان هذا النظام لا يؤمن بوجود الاخر لا يؤمن بوجود شعب اسمه شعب البحرين لا يؤمن بشيء اسمه أن الشعب يكتب القانون ويقرر مصير مصيره أو ينتخب حكومته، وبالتالي فليس هناك نقاط التقاء كبيرة ولذلك يصر المواطنون والثوار على ضرورة تحقق هذه المطالب وسيستمر وسيواصل لأنه لا يمكن أن يعود لمرحلة ما قبل الرابع عشر من فبراير فتلك مرحلة سوداء قاسية كانت حافلة ومليئة بالظلم والقمع والقت والتعذيب والسجن والطرد وسحب الهوية ولذلك أصبح على شعب البحريني أن يواجه الحقيقة المرة والصعبة وهي أن عليه أن يصمد حتى يتحقق هذا النصر والنصر محتوب لأنه إرادة إلهية ووعد سماوي بسم الله الرحمن الرحيم أي شعب يريد أن يعيش حرا كريما عليه أن يفرض إرادته على من يحكمه وهذا كان ديدن شعب البحرين على, مر على مرور قرن من الزمن نعم تجلت هذه الإرادة في الثورة الشعبية العارمة التي انطلقت ب 14 فبراير وهذه الثورة التي نحتفل بمرور سبع سنوات على ذكر هذه الثورة ولكن أنها أثبتت أولا بأن هناك حكما استبداديا غير ممثلا إلى جميع فئات شعب البحرين ثانيا هناك دستورا غير تعاقديا طالب الشعب شعب البحرين باثبات دستورا تعقديا اخر، الامر الثالث ان هناك انتهاكات جسيمه لا يمكن لاي شعب ان يقبل ويرضخ لهذه الانتهاكات. وفي المقابل وجدنا بان هناك قناعه دوليه بان هناك خللا جسيما في كيفيه اداره شؤون البلاد مما ادى الى وجود ازمات سياسيه وامنيه واجتماعيه واخيرا اقتصاديه كل هذه الامور لا يمكن ان تحل ولا يمكن للبحرين وكذلك المنطقه ان تستقر بدون التحول الى الديمقراطي وضمان سياده الشعب ووجود دوله نستطيع ان نضمن فيها فصل بين السلطات وان تكون الاراده الشعبيه هي الحاكمه وليس اراده افراد ولا القبائل ولا العوائل مجددا نقول شعب البحرين ماضي قدما في مطالبه ولن يتراجع إلى أن يتحقق مطلبه الرئيسي تحول إلى الديمقراطية وحاكمية الشعب وليس حاكمية الأفراد والقبائل شكرا